مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا طلابي وأحبابي، طلابي الأعزاء، طلاب الصف التاسع، مرحبا بكم في مادة التربية الإسلامية في درس جديد بعنوان وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الجزء الأول من الدرس. أذكر بصفحة الدرس في الكتاب وهي صفحة 141، وأذكر أيضا بتجديد النية لله عز وجل. نبدأ طلابي باستعراض أهداف الجزء الأول من الدرس. أن نذكر علامات اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أن نشرح أحداث مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، ثم أن نعلم رغبة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، ويدون ذلك في نشاط صاد 141. نبدأ في الحديث عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كانت في عام 11 هجرية. والحديث عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث ذو شجون، يعني يحزن القلب كثيرا عندما نتحدث عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكم تشتاق القلوب إلى النبي، وكم تشتاق الأرواح إليه، وكم نشتاق إلى لقائه ومصافحته والحديث معه. أسأل الله عز وجل أن نؤتى هذا جميعا في الجنة. نبدأ طلابي الأحباب في تهيئة الكتاب. يقول: إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي، فإنها أعظم المصائب. من القائل لهذه العبارة؟ ومن هم المخاطبون بهذه العبارة؟ وما المعنى المراد منها؟ نقول: أولا، القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، أما المخاطبون فهم المسلمون جميعا. وأما المعنى المراد فأن كل مصيبة بعد فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم هينة سهلة، فمن كانت عنده مصيبة بفقد حبيب أو عزيز عليه، فإنه إن تذكر فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم يهون عليه كل شيء. سنتعلم من هذا الدرس مجموعة أشياء يا أحبة. أولا، أحداث مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، ثم إمامة أبي بكر للناس في الصلاة، ثم العلاقة بين شدة الابتلاء وعلو مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال. عندنا الهدف الأول نبدأ فيه بإذن الله تعالى وتوفيقه، أن نذكر علامات اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى ذلك؟ هناك علامات كانت تنذر باقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، أي باقتراب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الهدف يعني يتحقق بقراءة الفقرة صفحة 140. بنقول يا شباب، ربنا يحفظكم، اذكر علامات اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: أما العلامة الأولى فهي نزول قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. يبقى إذن العلامة الأولى من علامات اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم نزول قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. أما العلامة الثانية فهي مدارسة جبريل للقرآن الكريم مع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن العلامة الثالثة فقوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. يعني والله عندما يقرأ الإنسان هذا الكلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني ينذر فيه باقتراب أجله واقتراب وفاته، يعني كم يحزن الإنسان على فقد النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجمعنا به في الجنة، اللهم آمين. يبقى إذن علامات اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث علامات. أما العلامة الأولى فهي نزول قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. وأما العلامة الثانية فهي مدارسة جبريل للقرآن الكريم مع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. ثم العلامة الثالثة وهي قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: لعلي لا أراكم بعد عامي هذا.
نبدأ يا أحبة في الهدف الثاني، وهو أن نشرح أحداث مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه. وهذا ستجدونه موجودا في الكتاب في الفقرة صاد 141. اقرأ كده الفقرة قراءة سريعة ثم نتناول مع بعضنا هذا الهدف. بعدما قرأنا الفقرة مع بعضنا نقول لخص بداية مرض النبي صلى الله عليه وسلم. لخص بداية مرض النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: رجع إلي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة من البقيع، فوجدني وأنا أجد صداعا. السيدة عائشة كانت مصدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم رجع من جنازة في البقيع فوجدها تشكو من هذا الصداع، فتقول: وأنا أقول: وا رأسا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا يا عائشة وا رأسا. ثم قالت: ثم بدأ في وجعه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن السيدة عائشة كانت تشكو من ألم في رأسها، صداع، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم من جنازة فوجدها تقول هو رأساه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا يا عائشة هو رأساه. وهنا بدأ وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه. أما الهدف الثالث فأن نعلل رغبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها. وعايز تدون معي أيها الطالب الحبيب هذا في نشاط صفحة 141. الفقرة موجودة في الكتاب صاد 141. نقول: اشتد المرض على النبي صلى الله عليه وسلم، ما تفاصيل هذا الأمر؟ في البداية شباب نقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت عند نسائه بالتساوي، يبيت عند كل زوجة من زوجاته ليلة بالتساوي كما هو شأنه في رعاية العدل بينهن، فاشتد عليه المرض صلى الله عليه وسلم وهو في بيت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، فدعا نساءه أي جمع نساءه واستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة أم المؤمنين فأذن له أو فأذن له. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمرض في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فخرج بين عمه العباس وابن عمه علي رضي الله عنهما تخط رجلاه على الأرض حتى أتى بيتها. طبعا تخط رجلاه على الأرض، هذا دليل على شدة المرض على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لا يستطيع أن يمشي على قدميه بشكل طبيعي. نقول يا شباب: من الزوجة التي اختارها النبي صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيتها ولماذا؟ نقول: أما الزوجة فهي عائشة رضي الله عنها أمنا وأم المؤمنين، وهذا السبب في أنه أراد أن يمرض في بيتها لشدة حبه لها ولأبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. عندك موجود نشاط أتأمل وأفسر صفحة 141: بما تفسر رغبة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها؟ فنقول: لشدة حبه لها ولأبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. في الختام أيها الطلاب الأعزاء والأحباب، بهذا يكون قد انتهى الجزء الأول من درسنا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، على أمل اللقاء بكم من جديد في شرح جديد لاستكمال دروس مادة التربية الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.